إن المحروم من حرم الذكر، محروم من حرم الذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. حضرتك محمد صلاح. تفضل أخي محمد. كان في استفسار بس بالنسبة للعملات الرقمية البيتكوين والاتجار فيها. هذه لا تجوز. البيتكوين العملات الرقمية لا يجوز التعامل معها، وقد سألت أهل اختصاص من ذوي الشأن من العاملين في البنوك المركزية وغيرها، هل لهذه العملة اعتماد عندكم؟ هل تجوزون التعامل بها؟ قال ليس لها أي اعتماد عندنا، وعلى لحظة يأخذون أموال الناس ويهربون كما فعل غيرهم من أصحاب الكيونيت والبزنس وهذه الشركات، شركات النصب والاحتيال. بارك الله فيكم. شكرا. الله يسلمك.